قصة الليالي الألف الجزء السادس. وقفنا بالجزء الخامس، لو من الخليفة ربط جعفر البرمكي و40 واحد من أولاد عمه، أو قرر ينفذ بيهم الحكم، أو طلع واحد من بين الناس، أو وقف قبال جعفر وقال: يا سيد الأمراء أو يا كهف الفقراء، أنا اللي ذبحت هذيك المرأة اللي لقيتوها بصندوق، خذني على الخليفة أو خليه حاكمني عشي سويته. لو من سمع جعفر كلامه فرح أو قال جانا الخلاص، أو حزن عالشاب صاح جعفر على الحراس أو قال فكوني بدنا نروح نشوف الخليفة. للحزهم جاعد يتسولفون ولا شايب كبير بالعمر جاهم من بين الناس يمشي، ولو منه وصل عند جعفر سلم عليهم أو قال: لا صدق كلام هذا، مو هو الذبح المرأة، أنا ذبحتها. رد الشاب قال له: أنا ذبحتها، هذا الشايب كبير بالعمر أو ما له علاقة بيها، ويمكنه خرفان وما يدري إيش قاعد يقول. قام الشايب دحج عليه أو قال له: للحزك صغير بالعمر تشتهي هالدنيا، واني كبير وشبعت من هالدنيا، واني أفديك أو أفدى الوزير أو ولد عم الوزير، أنا ذبحت المرأة ما حدا غيري ذبحها، أريد منك يا الوزير جعفر فورا تحاكمني وتخلص هذه الشغلة. دحى جعفر عالشايب الشبير والشاب اللي لحزه بأول عمره أو خذاهم على الخليفة وقال له: هذا الشاب يقول أني ذبحت المرأة، أو هذا الشايب يقول أنا ذبحتها. دحج عليهم الخليفة أو قال لهم: منو منكم الذبح هذيش الصبية؟ رد عليه الشاب وقالوا: ما حدا ذبحها إلا أني. أو رد عليه الشايب وقالوا: ما حدا ذبحها إلا أني. قام الخليفة قال الجعفر: أخذ اثنين واصلبهم، إذا كان ذبحها واحد اذبح الثاني ظلم. قام الشاب قال له: أو حق اللي رفع السماء وبسط القاع، أنا اللي ذبحتها. دحج عليه الخليفة أو قال بقلبه: هذا هو الذبحها. سألوا: ليش جاعة تعترف من دون ما نحقق معاك ومن دون ما حدا يسألك وجعد تقول تعالوا حاكموني؟ قام قال له: اعلم يا أمير المؤمنين أنه هذيش المرأة حرمتي وبنت عمي، أو هذا الشايب أبوها وهو عمي، تجوزتها وهي بشر، أو الله رزقني منها 3 ولاد ذكور، أو كانت تحبني أو تخدمني، أو ما شفت عليها ولا شيء، لكن بيوم من الأيام صابها مرض ورحت وجبت لها الحكيم أو ظل يوصف لها علاج لومن ما طابت. بيوم من الأيام قالت لي: يا ابن عمي أريد شي تشتهي نفسي. جاوبتها وقلت لها: أطلب التريدين. قالت: أريد تفاحة أشمها وعض منها عضة. ورحت أدور بالمدينة أو فتشت المدينة دكان دكان أو ما لقيت ولا تفاحة وحدة. أو صارت الدنيا ليل أو رجعت على البيت، ومن الصبح طلعت من بيتي على البساتين بستان بستان ودور أو ما لقيت ولا تفاحة. واني ماشي بالدرب شفت واحد صاحبي وسألته وقلت له: أريد تفاح. أو قال لي: التفاح ما تلقاه بهالأيام هذه، لكن يقولون بالبصرة بستان أمير المؤمنين، لأنه الحارس البلبستان صديقي، ومرة ذكر لي أنه مغبي تفاح يوم يجي الأمير يطالعه ويقدم له إياه. أو رجعت على البيت أو خبرت حرمتي وولادها وقلت لهم بدي أسافر، ورحت وغبت يومين أو جبت معايا 3 تفاحات اشتريتهن من تاجر بالبصرة، كل تفاحة بدينار ب3 دنانير. لو من رجعت على البيت وانطيتهن لمرتي ما فرحت، أو خذت التفاحات أو حطتهن بحدها، أو كان راجع عليها هذاك المرض أو زايد عليها وصاير معاها حمى وضعفانة بالحيل. ظلت على هالحالة 10 أيام أو بعدها طابت النوب أو رجعت عليها الصحة والعافية. طلعت من البيت ورحت على دكاني، واني قاعد بالدكان بنص النهار ما شفت إلا عبد أسود مر علي أو شايل بيده تفاحة يلعب بيها. قمت قلت له: منين جايب هالتفاحة أمشان أروح أشتري؟ قام يضحك وقال: أخذتها من حبيبتي، واني كنت غايب عنها، جيت ولقيتها مرضانة أوعدها 3 تفاحات. وقالت لي: رجلي الما يفهم سافر على البصرة واشترى لي 3 تفاحات، كل تفاحة بدينار.
أخذت منها هذا التفاحة وجيت. لو من سمعت كلام العبد يا أمير المؤمنين أسودت الدنيا بوجهي، قفلت الدكان أو رجعت على بيتي، وما بي براسي عقل من قد ماني زعلان ومقهور. أو جيت على حرمتي أو قلت لها وين التفاحات، قالت لي والله ما أدري. أين؟ قلت مثل ما قال العبد، أو صدق والله. وأخذت السكين أو جيتها ونحرتها بصدرها، ومن قد ماني مقهور قطعتها تقطع، أو حطيتها بالشل أو غطيتها بالخام، أو لفيتها ببساط أو حطيتها بصندوق، أو قفلت الصندوق أو شلتها وحطيتها على البغل، أو رميتها بنهر دجلة. بيدي هذه، أمنتك بالله يا أمير المؤمنين أنك تعجل بذبحي، لأني لو من رميتها بالنهر ورجعت على بيتي لقيت ابن الشبير يبكي وما له خبر أنه أني ذبحت أمه. سألت ليش جعت تبكي، رد علي وقال أني خذيت واحدة من التفاحات الثلاثة أتشانن عند أمي، وقمنا نلعب بيها أني وإخواني قدام البيت، جانا عبد طويل أو باقها مني وقال لي منين جايبها التفاحة. قلت له هذا تفاحة أبوي راح على البصرة أو جابها أمشان أمي، لأنه أمي مرضانة اشترى لها ثلاث تفاحات كل تفاحة بدينار. أخذ التفاحة مني أو ضربني وراح، أو خفت أمي تضربني أمشان هذيك التفاحة، وجعد أبكي. لو من سمعت كلام ابني عرفت أنه هذاك العبد أفترى وكذب علي، أو كلامه مو صحيح، أو ظلمت بنت عمي، أو عرفت حالي ذبحتها ظلم، أو قعدت وقمت أبكي على حظي. وإلا بهالشايب أو هو عمي فات علي أو خبرته بكل شي صار، قعد عندي وقام يبكي، أو سوينا عزا أو نادم على سويته. لو من سمع الخليفة كلام الشاب تعجب وقال ما رح أذبح إلا العبد الخبيث. هنا أصبحت الدنيا على شهرزاد ووقفت عن الكلام، وبلشت الليلة العشرين. قال الخليفة هذا الشاب معذور، ما رح يهنالي بال إلا أقضب هذاك العبد وأذبحه. أو دحج على جعفر وقال له جيب لي هذاك العبد الخبيث أتشان سبب بهذا القضية، وإذا ما جبته تراك تموت عنه. نزل جعفر يبكي ويقول منين أجيب هذاك العبد، أو مو كل مرة تسلم الجرة، وما لي بهالأمر حيلة، اللي يسلمني بالأولى يسلمني بالثانية، والله ماني طالع من بيتي الثلاث أيام النوب، أو خلي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكتب الأقدار. قعد جعفر ببيته ثلاث أيام، وبل يوم الرابع جاوبهم القاضي، قام جعفر ودع ولاده وبشاه وانه جاي رسول الخليفة ويقول له أمير المؤمنين اريدك، أو هو زعلان بالحيل، أو قال إذا ما جانا جعفر اليوم أو معاه العبد ترى جعفر أحسبوه مع الميتين. لو من سمع جعفر هذا الكلام ولاده قاموا يبكون، ودعهم أو راح على بنيته الصغيرة أمشان يودعها، أو كان يحبها أكثر من كل ولاده، ضمها على صدره وبكى، إيده صارت على جيبها ولقى جيبها قاب شوي، قال لها شنو هذا اللي بجيبك؟ قالت له يا يابا تفاحة جابها عبدنا ريحان، صار لها عندي أربعة أيام وما أعطاني إياها إلا خذ مني دينارين. لو من سمع جعفر بل عبد والتفاحة فرح وقال يا جريب الفرج، أو قال لهم جيبوا للعبد. قام قال له من وين جبت هذه التفاحة؟ رد عليه العبد وقال من شم نهار واني ماشي بالمدينة كان بي ولاد صغار يلعبون بهذه التفاحة، خذيتها منهم وضربتهم، قاموا يبكون وقالوا هذه لمنا ومنا مرضانا واشتهت عليها، وابوي راح على البصرة وغاب يومين جاب ثلاث تفاحات كل تفاحة بدينار. أخذت منهم التفاحة وقمت ألعب بيها، ولما وصلت البيت بنتك صغيرة قالت إلا أخذ التفاحة، رفضت أنطيها، قالت أنطيك دينارين، لو من أنطتنا الدينارين أنطيتها التفاحة. قال جعفر هذه القصة عجيبة، لكن صار بيها فتنة وماتت بيها مرة. قال لهم اسجنوا العبد أو لا تخلونه يتحرك، وفرح. أو قال جعفر ومن كانت دريته بعبد فما للنفس تجعله فداها،
فإنك واجد خدما كثيرا ونفسك لم تجد نفسا سواها، أو راح على الخليفة أو خذ العبد معه أو قال له يا أمير المؤمنين أريدك هذه القصة والحكاية تخلى المؤرخين يكتبونها ويوثقونها ويحطونها بخزانتك الخاصة أمشان تصير سيرة بين الناس، أو أمر الخليفة أو قال اكتبوا هذه القصة، أو قال جعفر للخليفة يا مولاي هذه القصة شنو؟ عد قصة نور الدين مع شمس الدين. رد عليه الخليفة وقال يا جعفر مثل القصة هذه لا تقول لي بيه. قال له جعفر قصتهم مثل القصة هذه وأكثر وتعجب بها الناس. قام الخليفة قال له اروينا إياها. رد عليه جعفر وقال ما راح اروي لك إياها ألا تنطيني شرط أنه تعتق عبدي هذا أو تعفيه من الذبح، لأنه ما سوى هذاك الشيء عن قصد. دحج عليه الخليفة وقال أني وهبتك دمه أروينا القصة. أو قام جعفر يحكي لهم قصة الوزير نور الدين مع شمس الدين أخوه. بقديم الزمان بمصر كان في سلطان صاحب عدل وحسان، أو عنده وزير عاقل وخبير أو لو علم بالأمور والتدبير، أو كان شيخ وكبير أو عنده ولادين تقول قمرين. الكبير كان اسمه شمس الدين والصغير كان اسمه نور الدين. الولد الصغير نور الدين كان يملك من الحسن والجمال شي عجبه، أو ما كان بزمانه أحسن منه لو من ما شاع ذكره بين البلاد، أو كل ما يشوفه واحد يتعجب بجماله. مات أبوهم الشايب الوزير أو حزنهم عليه أو حزن عليه السلطان، أو جابوا ولاده الاثنين شمس الدين ونور الدين، أو كانوا من الحزهم بأول شبابهم انطاهم مراكز عنده بالقصر، وما كانوا يغيبون عن عين السلطان، كان كل ما يروح سفرة ياخذ واحد منهم معه. وبيوم من الأيام قبل ما يسافر السلطان بالليل كانوا قاعدين الأخوة الاثنين ويتحاشون بهذيك الليلة. الشبير قال لأخوه الصغير أني صار عندي أمنية يا أخوي أن نتجوز بليلة واحدة، وإن شاء الله الله يرزقنا أولاد بليلة واحدة. إذا رزقنا الله بنت وجاك ولد راح يكونون بنفس العمر أو راح نجوزهم لبعضهم. قام الصغير قال لأخو أكيد ما راح تأخذ مني مهر. رد عليه الشبير وقال مهر بنتي 3000 دينار أو 3 بساتين أو 3 ضيع أو غير هالمهر هذا ما راح نرضى. رد عليه أخوه الصغير نور الدين قال له هذا الكلام تجيل بالحيل، أنا أبو الولد، الولد له هيبة أكثر من البنت، وإحنا أخوان واثنيناتنا وزراء ومقام واحد، بدال ما تنطيني بنتك هدية تطلب عليها هالمهر الغالي، واللي يريد ما ينطي بنته يغلي مهرها. أو قامهم كلمة من هذا كلمة من هذا اختلفوا الإخوان أو صار بيناتهم زعل على موضوع للحزو ما تم ولا تجوزوا، اختلفوا على أمور الزمان والأيام الجاية. قام أخوه الكبير قال له أنا درت بالي عليك كل هالفترة واحرم حالي وانطيك، أو صارت لك مكانة بين الوزراء والفضل لي، هيك تجاوبني الأيام جاية إذا صار لي بنية وصار لك ولد، إذا تملكني ذهب الدنيا ومال الدنيا ما راح أجوزها له. زعلوا اثنين من بعضهم وكل واحد منهم راح نام بغرفة. أو لو من أصبحت الدنيا الكبير شمس الدين راح مع السلطان، أو ظن نور الدين لحاله ويتذكر كلام أخوه بالليل، أو قام يطبق بغراضه أو نوى على السفر أو قال هالبيات سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصبة ما في المقام لذي لب وذي أدب، معزة فاترك الأمطان واغتربه، إني رأيت وقوف الماء يفسده فإن جرى طابه أو لم يجري لم يطيبه، والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت والسهم لولا فراق القوس لم يصيبه. صاح البعض الخدم اللي عنده قال لهم أريد أروح أغيب 3 أيام ما أريد منكم حدا يلحقني، أريد أختلي بنفسي. أو ركب فرسه أو مشى من المدينة أو ظل ماشي يوم كامل أو وصل مدينة ثانية أو نام بيها ومن الصبح جهز زواته أو مشى النوب.
أو ظل ماشي 4-5 أيام لو من ما وصل مدينة القدس أو نزل بيها وارتاح ونوب شد الرحال ومشى، أو ظل ماشي أيام لو من ما وصل مدينة حلب أو ظل بيها أكثر من 3 أيام أو ركب النوب فرسه أو قام يمشي بهالبلاد، لو من ما وصل مدينة البصرة أو نزل بخان بيها أو ظل أكثر من 2 نهار بالنهار الثالث قال الواحد من سياس الخيل أريدك تأخذ الفرس تمشيها شوي وترجعها، والسايس راكب على الفرس مر من جدام واحد من بيوت الوزراء ده حاجة الوزير أو شاف الفرس أصيلة من سلالة رفيعة أو عليها سرج غالي ومزينة أمبينة فرس واحد مسؤول، خبر واحد من اللي يشتغلون عنده أو قالوا روح اسأل الفرس هذه المنو. لو من جاء السايس ومعاه الفرس سأل الوزير هو كان كبير بالعمر وقال له الفرس هذه المنو، رد عليه وقال الفرس هذه الشخص نازل عندنا بالخان أو لباسه يدل على أنه تاجر أو مسؤول لو هيبة ولو وقار أو حسين الزول. لو من سمع الوزير كلام السايس مشى مع السايس أو راح على الخان أو فات على نور الدين أو قعد عنده وسلم عليه أو حلب عين الوزير أو دخل قلبه أو قال له أريدك تروح معي أضيفني ببيتي، وافق نور الدين أو راح وقعد عند الوزير أو هما جاي يتعشون، قال له احكي لي قصتك من هاي بلاد أنت ومنين جاي ووين رايح. قام نور الدين حكاله القصة كاملة وشلون هو وأخوه اختلفوا على شي بسيط، فرح الوزير لو من عرف أنه وزير وابن وزير، أو قال له أنا بهالدنيا ما عندي غير بنية واحدة أو صرت كبير بالعمر والله ومحتار المنو أريد أجوزها، شرايك أجوزك بنتي لأنه ما رح ألقى مثلك أو دخلت قلبي وما تعرف يمكن أقنع السلطان يحطك وزير. دخل الكلام أبراس نور الدين وافق، أو ثاني يوم الوزير سوى حفلة أو عزم كل الناس اللي يعرفهم من الوزراء والمسؤولين أو قال لهم هذا ابن أخويا واني وأخويا اتفقنا أنه بس يكبر ابنه أو تكبر بنتي نجوزهم لبعضهم، أو قام نور الدين تجوز بنت الوزير، أو هنا أصبحت الدنيا على شهرزاد ووقفت عن الكلام وقالت لهم باشر نكمل، أو صارت الليلة 21 وشهرزاد كمل القصة للملك أو لأختها وشلون نور الدين تجوز بنت الوزير. هذا شان أشياء صار مع نور الدين. أما شمس الدين لو منه رجع مع السلطان من السفر وغابهم مدة طويلة ما لقى أخوه، سأل الخدم وقالوا له راح عجها الفلانية، أو قال 3 أيام وأرجع لا تلحقوني أو للحز ما شفناه. تشوش خاطر أخوه شمس الدين وانشغل باله على فراق أخوه أو صار مهموم أو راح لعند السلطان وقال له أخويا من مدة طويلة غايب وما نعرف وين راح، بلشي حدا من الوزراء من الموجودين بالقصر سمع عنه خبر أو ظل أيام وليالي صابر يستنى رجعة أخوه أو يسمع منه خبر أو ما جاء ولا خبر. هنا شمس الدين صار عنده شك أنه أخوه زعل منه بهذيك الليلة لو منهم كانوا يتحاشون، أو قال ما صار غير هالشي هذا بيناتنا وهالشي هو الوحيد زعله. قامت تمشي الأيام ولقى وحدة شمس الدين من بنات التجار مصر أو كتب كتابه عليها، والصدفة الغريبة والعجيبة أنه هو ونور الدين زفوا بنفس اليوم وبنفس الليلة دخلوا على نسوانهم مثل ما كان يشتهي شمس الدين أنه هو وأخوه يجوزون بنفس اليوم. أو قامت تمشي الأيام والشهور، شمس الدين صار له بنت مثل القمر بالسماء ما بي بجمالها بكل مصر، أو نور الدين صار له ولد ما بي مثله بزمانه مثل ما قال الشاعر ومهفهفا يغني النديم بريقه عن كاس الملا وعن إبريقه، فعل المدام ولونها ومذاقها من مقلتيه ووجنتيه وريقه. أو سموا الولد حسن، أو نور الدين بعد ما عرفوا عمه أبو حرمته على السلطان
أو ظل يتردد معه أو يقعد مع السلطان لو من ما دخل قلب السلطان. بيوم من الأيام عمو قال له أني صرت كبير بالعمر، إذا شايف نور الدين مناسب أريده يستلم مكاني ويصير بدالي وزير. وافق السلطان أو صار عنده أموال ومشى حاله بهذيك الفترة. صار عمر حسن ابنه 4 سنين أو مات أبوه حرمته أو ورث له مال كثير وخزائن. أو حسن يكبر يوم بيوم ويزيد جماله ويزيد علمه، مثل ما قال الشاعر: قمرا تكامل في المحاسن وانتهى، فالشمس تشرق من شقائق خده، ملك الجمال بأسره فكأنما حسن البرية كلها من عنده. لو من ما خذا مرة نور الدين معاه أو قعد عند السلطان أو شاف السلطان وانسحر من جماله أو قامت تمشي الأيام والسنين النوب، قام نور الدين قال لابنه حسن: أريد أقول لك شغلة، الدنيا هذه دار فناء والآخرة دار بقاء، بدي أنطيك وصية واكتب لك إياها، وأريدك تكون حسن العشرة مع الناس أو حسن التدبير. أو قال الحسن: بيلي أخ بمصر أو عفته من فترة طويلة وهو وزير. أو قام يبكي على فراقه وقال له: يا حسن لك عم اسمه شمس الدين، تفارقنا أني وهو من غير رضاه. أو قام يكتب وصية قصته من أول ما طلع من مصر لليوم القاعد بي مع حسن. أو قال له: يا حسن الوصية هذه بها أصلك وحسبك أو نسبك، إذا مرت عليك أهوال الزمان ننحر مصر على عمك شمس الدين، أو خذ هذه الوصية معك. قام حسن لف الوصية بمشمعة أو خيطها ببطانة أو لبسها جوا قميصه. أو قام يبكي لو من شاف دموع أبوه. نور الدين لسه يوصي ابنه حسن أو طلعت روحه ومات ومرت أيام وليالي. أو حزن لفراقه السلطان أو حزن لفراقه حسن وام حسن. أو مر شهرين كاملات أو حسن قاعد بالبيت أو بعث عليه السلطان أكثر من مرة أو رفض يروح له أو شال قلب السلطان عليه أو حط وزير بدال أبوه. أو قال الوزير: تروح تستولي على أملاك نور الدين كلها ببيوته وبساتينه أو كل أملاكه، أو ما تخلي له شي، وتجيبوا لي ابنه حسن أريد أحاسبه لأنه بعثت عليه أكثر من مرة ما يسمع كلامي وما يجي يقف قدامي. أو حسن ما له خبر وقاعد بالبيت، ألا يندق عليه الباب واحد من حراس أبوه أو كان يعز أبوه كثير. فتح الباب حسن وقال له: يا حسن أخلص بروحك، السلطان بعث عساكره والوزير الجديد أمشان يستولون على أملاككم أو ياخذك يحاكمك. قال له حسن: شنو ذنب سويته؟ قال له: ذنبك أنه بعث عليك وما رحت عليه، أمشي بالحال قبل ما يوصلونك. قال له: أخذ شوي أغراض معاي. قال له: أمشي بالحال. أو طلع حسن من البيت هايم على وجهه أو ما يحترف وراه، ظل ماشي بشوارع المدينة ويتذره أو خايف حدا يشوفه. أو حاشى حاله قال: ما أطلع من المدينة ألا روح على قبر أبويا وودعه. أو راح على المقبرة أو قعد عند قبر أبوه أو هو قاعد عند القبر ما شاف إلا جاء عليه رجل من أهل البصرة يهودي سلم على حسن أو قال له: يا حسن سمعت أنه أبوك متوفي وأبوك كان صاحبي وصديقي، أو سألت قالوا لي دموه بهالمقبرة هذه، جيت أقف على قبره وسلم عليه، أو شوف شلون الصدفة لقيتك هين، أبوك لوا أمانة عندي 1000 دينار شنت رايد أروح على بيتكم وأسلمك إياها، هذا 1000 دينار هاك استلمها. أو طالع من جيبه أورقتين أو قال له: يا حسن أريدك تكتب على هذه الورقة أنك استلمت المصاري مني. أو كتب عليها حسن وقال له: ايش قاعد تسوي هين؟ قال له: شفت ابويا بالمنام او حبيت اجي اقعد عند قبره. ما جاب لليهودي اي سيره عن الشيء صاير معه. مشى اليهودي او ظل حسن قاعد او قام يبكي ويتذكر النعيمه الشامبي: لو من ما صارت الدنيا ليل او نام عند قبر ابوه والقمر بدر كامل بالسماه، كانت هذيك المقبره عامره بالجن المؤمنين، طلعت جنيه او شافت حسن أو شافت وجهه جميل أو هو نايم، تعجبت منه وقالت: سبحان الله اللي خلق هذا الجمال، ما له شبيه إلا بالحواري. أو علت بالجو أو هي قاعد تدحج عليه
ولا جايها عفريت طاير بسمه أو سلم عليها أو ردت سلامه أو قالت له منين جاي؟ قال لها من مصر. أو سألها وقال لها إيش جاع تسوين هين؟ قالت له جعد أدحج على هذاك الشاب النايم. قال لي ربنا من طينا الحسن والجمال يخلى العقل يحتار لو من الشوف والعين. دحج العفريت على حسن أو قال لها هذا النايم بالمقبرة شف الجمال أحسن من جماله بمصر أو هي بنت وزير واليوم ليلة عرسها. أو من قد ما انقهرت طلعت من هذيك البلاد أمشان ما أخربها عليهم. أو قالت له الجنية خبرني شنو قصة البنية هذه. أو نزلوا على المقبرة وقعدوا عند حسن العفريت والجنية. أو قام يحكي لها قصة البنية قال لها هذه بنية بنت وزير اسمه شمس الدين أو ما عنده غيرها وبكل مصر ما بي بجمالها وحسنها. بيوم من الأيام شافها الملك أو قال له يا وزيرنا أريد أتجوز بنتك هذه. الوزير تعذر من الملك ورفض لأنه كان منطي وعد أو عهد لأخوه أنه يجوز هذا البنية لابن أخوه. وأخوه كان مهاجر من هذيك البلاد من مدة طويلة أو كانت تجي أخبار قليلة عنه لكن عرف أنه أخوه طيب أو صاير له ولد ويتأمل أنه يرجع عليه. قال للملك ما أجوز بنتي هذه إلا لابن أخويا واني منطي عهد من 18 سنة. قام الملك شال قلبه على الوزير أو قام يحقد عليه أو قال له أنا الملك واخطب بنتك أو ما تنطيني إياها. قال له شوف المنو بدي أجوزها بعدهم سايس بالقصر أحدب. قال له بدي أجوزها لهذا الأحدب السايس جدام عينك أو ألا أحرق قلبك وخليك تندم أنه ما انطيتها للملك أخليها تعيش حياتها مع هذا السايس الأحدب وإذا رفضت راح أقطع راسك. هنا شهرزاد أصبحت عليها الدنيا ووقفت عن الكلام والملك يقولها كملي. قالت له باشر نكمل يا مولاي. أو صارت الليلة 22 العفريت قاعد يحشي للجنية قصة بنت الوزير وشلون الملك بدو يجوزها للسايس الأحدب. أو سوى الملك هذاك الأمر أو كتب كتاب الأحدب على بنت الوزير والحزعفتهم أو هم مشعلين الشموع أو جعد يرقصون ويغنون وأبوها حبسوا بالبيت. وأني انقهرت ما تحمل عيوني هذاك المنظر هذيك البنت الجميلة اللي مثل البدر يجوزها سايس خيل أحدب ما يستاهلها حدا ألا مثل هذا الشاب النايم كامل الحسن والأوصاف. قامت الجنية ردت عليه قالت له مهما حكيت عنها هذا أحلى منها. رد عليها العفريت وقال جعد أقول لك هذيش أحلى منه. وقاموا يتعاندون الجنية والعفريت على منه بيهم الأحلى. قالت له الجنية خلينا نشيل هذا الشاب أو ناخذه ونخليه يقف بجنب البنية ونشوف منه بيهم أحلى. قال لها العفريت عندي شرط إذا خذيناه راح أخليه تجوزها غادي. قالت له أنا موافقة. أو قام العفريت شال حسن من المقبرة أو هو نايم أو طاروا بيل مصر هو وجنية. حسن ما حس على حاله ألا هو بغير بلاد ويتحرف حواليه ويقول شنت عد قبر أبويا والحزاني وين صرت ويتلفت يمين وشمال. قربت عليه جنية وقالت له هذه الشمعة أقضب الشمعة وشعلها. قال لها حسن أني وين؟ قالت له أنت بمصر وإحنا معك أو لا تخاف أريدك تفوت على هذا المكان واختلط بالناس أو ظل ماشي لو من ما تلقى عريس قاعد على كرسي أو وقف بحده أو عبينا جيوبك بالذهب. كل ما تشوف حدا يقرب على العريس أم نلي غنون ولي رقصون طلع الذهب من جيبك أو رشه فوق العالم. ترى جيبك هذا إيش قد ما رشيت منه ذهب ما رح يخلص. أو فات حسن أو لقى العالم مليانة بالعرس ناس تأكل أو ناس تشرب أو ناس تغني. أو دحج على صدر لقى واحد قاعد على الكرسي أحدب لابس هدوم عريس والعالم كلها ترقص قدامه. فات حسن من بين العالم ومشعل الشمعة أو نور الشمعة ساطع على وجهه والناس كلها قامت دحج عليه.
أو هو يمشي يمد إيده بجيبه ويطالع من الذهب ويرش، والعالم تركض وراه وتلم الذهب، وظل ماشي لو من ما وقف سد الأحدب. النسوان الموجودة وقفن صفين أو رفعن الأغطية عن وجوهن، أو قامن دحجن على حسن، أو هو مثل القمر أب صدر الليوان، أو جابهم العروس أو فاتت عليهم، أو قعدت العروس بسد الأحدب، أو حسن واقف بحده ويمددوا على جيبه ويطلع من الذهب ويزت. والنسوان الحاضرات كلهن يدحجن عليه ويحاشن بعضهن، وحدة تقول للأخرى، وحدة تقول علواني أنام بحضنه ساعة، أو وحدة تقول علوانا نام بحضنه شهر، أو وحدة تقول علوانا نام بحضنه سنة، لو من ما سلب لب عقولهن. والناس كلها دحج عليه، ما أحد يدحج على أحدب. قام الأحدب رفع الغطاء عن وجه العروس وانها مثل الحورية، هي قمر أو كل النسوان الموجودة نجوم، أو دحج عليها حسن وانبهر بجمالها، لو من شافها حط إيده بجيبه أو قام يرش فوقها الذهب والتمت حواليها العالم. قامت العروس وقفت بجنب حسن والأحدب يدحج عليها، أو ما حدا معبره مثل القرد بين الغزلان، والجنية والعفريت واقفين ويدحجون عليهم أو للحزهم يتشارطون. الجنية تقول له حسن أحلى، والعفريت يقولها بنت الوزير أحلى. لو من ما طلعت العالم كلها ما ظل غير حسن والأحدب والعروس أو معاها عجوز. قامت العجوز خذت العروس أو ظلوا حسن والأحدب. الأحدب دحج على حسن وقال له يا أخي الكريم، أنستنا وشرفتنا وغمرت العالم بكرمك وما قصرت بليلة عرسي، كفيت ووفيت، أريدك عادة تروح على بيتك بلا مطرود. قام حسن قال يا الله ومشى، وصل عند الباب تلقى العفريت عند الباب وقال له لا تطلع، أني رايح على أحدب، وانت روح أقعد بغرفة العروس واستناها، لو من ما تجيك لو منها تجي قلها أني زوجك الحقيقي والملك وأبوك سووا هذا الموضوع، خافوا عليك من العين، أو هذا تراك شفتيه ما هو إلا سايس. راح حسن على غرفة العروس وقعد، والأحدب راح على الحمام، أو فات عليه العفريت، طلع له العفريت من حوض المية على شكل فأرة كبيرة، أو قال الأحدب عوذ يا هالفار تطلع علي بليلة عرسي. تحول الفار على بسة كبيرة، والأحدب يدحج عليه ومطقق عيونه، أو تحول من البسة وصار كلب كبير، أو نبح بوجه الأحدب، صح عليه الأحدب وقال له روح من هين يا مشؤوم، تحول وصار حمار كبير، والأحدب يدحج عليه، أو تحول النوب وصار جاموس، الغرفة كلها يلا تاسعوا. ارتعب الأحدب لو من شاف هالمناظر قدامه، أو قال العفريت اسمع، شايف الأرض هذه أضيجها عليك كلها إذا تجوز من هذا البنية، هذه معشوقتي. دحج عليه سايس وقال والله ما لي خبر انك عاشقها يا ملك العفاريت، دخيل عليك لا تسوي بي شي. قام العفريت قال له ظل قاعد بهالمكان هذا وما تحرك الا تطلع الشمس، واذا طلعت الا اسويك قرد احدب ممصوخ ما حدا يتقبل صورتك. الا حدب قام يرجف الربط لسانه من الخوف وقام يهز براسه. هنا حسن قاعد بغرفة العروس، أو فاتت عليه الجنية أو قالت له هالساعة تجيك العروس، هذه عروسك صارت حلالك. جاي تسولفون وإن الباب يندق، العجوز جابت العروس أو فاتت عليه، أو كان اسمها ست الحسن، أو قلبها مكسور وتحاشي حالها ومنزل راسها بالقاع وتقول ما رح أسلم روحي للأحدب هذا، يا أذبحه يا يذبحني. لو منها دحجت وشافت حسن قبالها قالت يا حبيبي هذا للحز وعدنا، بعقلي هو والأحدب مشاركين. قالت له أنت والأحدب شراكة؟ قال لها لا، أي أحدب، أني ما شاركت حدا. قالت له منو زوجي؟ أنت إلا هو. قال لها حسن احنا ما سوينا هالأمر هذا ألا مشان نضحك شوي ونفرح، أو خفنا عليك من العين، انطينا للأحدب هذا 10 دنانير مشان يمثل دور العريس، خلص دوره وراح. لو من سمعت ست الحسن كلام حسن فرحت وتبسمت أو ضحكت ضحكة كبيرة وقالت والله
طفيت النار اللي بقلبي، تعال خذني لي عندك أو ضمني على حضنك. أو ضمها حسن على صدره، أو قام يرمي هدومه، حط هدومه على الكرسي بجنب تخت، أو حط الألف دينار جوا الهدوم، أو رمى القميصة كان حاط بيها البطانة الموجودة بيها وصيت أبوه، أو تعانقوا حسن وست الحسن، أو تجوزها بهذيك الليلة، حطت رأسها على ذراع حسن ست الحسن، أو ناموا اثنيناتهم. زر من تحب كلام الحاسدي، ليس الحسودي على الهوى بمساعدي، لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين في فراش واحد، متعانقين على أنهما حلل الرضا، متوسدين بمعصم وبساعدي، وإذا تألفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد، وإذا صفى لك من زمانك واحدا فهو المراد وعشى بذلك الواحد. هذا صار مع حسن أو ست الحسن. ست الحسن كانت بنت عمه الوزير شمس الدين. قام العفريت قال لجنية ما ظل شي تطلع الشمس، الشاب هذا أنا جبته من غادي، أنت ترى ترجعين. قامت الجنية قالت له مثل ما تريد. شالت حسن الجنية أو كان لابس قميص طويل وهدومه مرميات على الكرسي، والألف دينار وغراضه كلها ظلت، أو طاروا بي الجنية والعفريت تايرجعونه على المقبرة أتشان نايم بيها، أو هما طايرين العفريت والجنية أو جاي تحاشون بالدرب. نزل من السماء إشهاب من نار ضرب العفريت إنه حارقه، أو سلمة العفريتة أو هي شايلة حسن، نزلت بيع القاع خافت لا يصيبها الصاب العفريت، زتت حسن بالقاع واختفت، أو كان الأمر مقدر. أو وين نزلت حسن؟ نزلت برض الشام بمدينة دمشق على أبواب المدينة، أو حسن نائم وما يدري بحاله، وانفتحت أبواب المدينة الصبح والتمت العالم على حسن، أو صحى على حاله أو لقى حاله بغير مكان، أو جعيد نوم أو وجهه يتلامع على الشمس من حلاته ومن جماله، والناس تعجبوا ويقولون هذا أنس ألا جان ألا ملاك نزل على الأرض. قام حسن حيله أو قال أني وين يا جماعة؟ رد عليه واحد وقال له أنت بالشام بدمشق منين جاي؟ قال لهم اللي عرفوا أني كنت نايم من مصر البارح. قاموا يضحكون أو قالوا هذا مجنون. قال لهم يا جماعة لا تضحكون، البارح المغرب كنت بالبصرة بالمقبرة عد قبر أبويا ونمت، قعدت أني بمصر بحفلة وزفاف وعرس وتجوزت، والحز قعدت الصبح جعد قولولي أنت بدمشق. قاموا من نوب يضحكون عليه العالم وقالوا يا سبحان الله ما خلق بني آدم كامل جمال لكن بدون عقل. قام واحد من الحاضرين انطل حسن عباية أو قالوا ستر حالك بيها وفوت على المدينة. روح فات حسن على المدينة ويمشي بدروبها، والناس تدحج عليه أو متعجبة بحسنه وجماله. ظل ماشي لو من ما وقف قدام دكان، الدكان بي طباخ دحج عليه الطباخ، والطباخ هذا معروف فارس وتهابه كل أهل المدينة أو ما عنده مزح. فات لي عنده حسن وسلم عليه، أول ما شاف حسن دخل قلبه أو قال له الطباخ من وين أنت؟ قال له أني من مدينة البصرة. قعدوا الطباخ أو حط الحسن أكل وقام يأكل حسن أو قام يحكي له قصته. دحج عليه الطباخ وقال له اسمع يا ولد، قصتك هذه إذا تحكيها لحدا ما حدا راح يصدقها، أو راح يقولون عنك مجنون أو يفكرونك ساحر أم خاوجان، لا تجيب طاريها لحدا بنوب أو لا تذكرها الإنسان، اسمع كلامي واسمع نصيحتي. أو ظل قاعد عنده حسن، والطباخ حن قلبه عليه بعد ما سمع قصته وقال له شوف أني ما عندي ولاد، باشر أخذك على كاتب العدل عندنا بالمدينة وقلهم هذا ابني وسجلك على اسمي، أراضي بهالشي هذا؟ دحج عليه حسن بعد ما شاف منه عطف وحنان أو شافه رجل شهم قال له أني موافق ولا تريده يصير. أو راح الطباخ
أو سجل حسن على اسمه، أو حسن ورث من أبوه وأمه مهنة الطبخ، شان نفسهم طيب على الطبخ، والأشل اللي يطبخونه اتعجب بيه الناس. وانشهر حسن مدينة دمشق، حسن ابن الطباخ. أما ست الحسن بنت عمه، لو من صارت الدنيا صبح قعد أبوها أو لقى الحراس رايحين من جدان بابه أو راح يركض على البيت، اتجوزت بيه وهو يبكي عصار بنته أو على حكم الملك الحكم هيا أو جيزتها من هذاك الأحدب، ويحاشي حاله ويقول إذا سلمت حالها للأحدب جنت على حالها بالموت. وصل على البيت الهي بيه أو لقى الباب مفتوح، وفات ودحج عليها أو لقاها نايمة عالتخت، صاح عليها وقامت، جت تميل على أبوها وتبسم وفرحانة، دنجرت عليه وحبت يده، دحج عليها أبوها وقال يا خبيثة فرحانة عبنش نمتي مع ذاك السائس الأحدب الخبيث، لو من سمعت كلام أبوها تبسمت وقالت يا الله يكفي من الجرى منك والناس يضحكون علي ويعيروني بهذاك السائس الأحدب اللي ما يستاهل يلمس أظفري هذا. أني تجوزت واحد نمت مع ليلة من أحسن ليالي عمري، لو من سمع كلام أبوها زاد غضبه عليها وزرقت عيونه أو قال شنو هالكلام هذا جعد قولينه. قالت له الأحدب بعد ما خذ العشر دنانير مشى، أو زوجي كامل الأوصاف ما ينوصف حسنه وجماله، عيونه سود وحواجبه مقرونة وجهه مثل القمر. رد عليه أبوها الوزير وقال يا فاجرة عقلك وين راح والحكي هذا منين جبتيه؟ ردت عليه وقالت يا يابا ليش هيجعت حاشيني، تعال اقعد واستنى الحز يجي زوجي وتشوفه بعينك. راح الوزير يمشي وفات على الحمام أو دق الباب وما حدا رد عليه، فتح الباب وإن الأحدب راسه على القاع ورجلين ولي فوق على السماء. أو قال له أشجع سوي يا الأحدب، الأحدب ما رد عليه أم غمض عيونه ويفكر العفريت. أو طلعت الشمس على شهرزاد وقفت عن الكلام أو بلشت الليلة 23. الأحدب السايس ما رد على الوزير، صاح عليه النوب أو قال له رد علي. رد عليه الأحدب وقال يا سيد العفاريت أنت قلت لي لا تحشي أو لا تفتح عيونك ألا تطلع الشمس، طلعت الشمس؟ رد عليه الوزير وقال يا مجنون أنا الوزير فلان منو سيد العفاريت؟ فتح عيونه الأحدب وأن الوزير وبيده سيف وقال له أسألك بالله أنت منت سيد العفاريت؟ قال له أنا الوزير احكي ليش صاير معك. قالوا البارح لو من فتت هنا فات علي سيد العفاريت وشوفني شي ما شفته بحياتي كلها، أو قال لي هذا البنية معشوقتي واللي قرب عليها راح أهبله أو أمسخ وأسوي قرد. تعجب الوزير قالوا يعني أنت كل اللي ظليت هنا ما رحت نمت عند بنتي؟ قالوا وين أنام يا سيدنا الوزير، أني ما ظل بي خير أنام عند مرة بحياتي بعد الشي شفته من سيد العفاريت. ضرب عينه الأحدب من شقة الباب ودحج وشاف الشمس طالعة أو طلع من البيت يركض أو ظل يركض له من ما وصل القصر الملك أو طلب يقابل الملك. فات عليه الملك قال له شبيك وقام يحكي له القصة. تعجب الملك ويدحج على الأحدب ويقول زين أنه جوزتها لهذا الأحدب، أني شم عرفني أنه عاشقها ملك العفاريت، زين ما علقت معاه الله فكني من هالمصيبة. الوزير رجع على بنته ولقاها قاعدة عتخت وقال لها وينو أتشان نايم معاك؟ قالت له ما أعرف يا يابا داحج هذن هدومه أو هذن أغراضه، لو من قام يدور بهدومه لقى الألف دينار موجودات بصرار، أو قام يدور بجيبه لقى ورقة مكتوب عليها عقد بيع بين نور الدين أو بين التاجر اليهودي، وموقع عليه ابن الوزير نور الدين وزير البصرة أو كاتب اسمه، أو مديدوا على القميص وشاف بيه بطانة وفك البطانة ولقى بيها الوصية الكاتبها أخو نور الدين. قع شمس الدين وقام يبشي أو عرف أن أخو نور الدين ميت أو هذا ابنه ويقول أشي صار هذا شي من المعجزات أو شي ما يدخل بالعقول. ردت عليه ست الحسن بنته وقالت له يا يابا شنو هذا؟ قال لها يا بنتي أتشان معاش البارح ابن عمك لكن صار معجزة، جابوه ملوك الجن أو خلوه ينام عندك هالليلة،
بس يا حسرتي ما نعرف وين خذوه. الحزب رد قلبي أو تحققت الأمنية شنت أتمناها طول عمري وحياتي أنه أجوزك لابن أخويا. أو قال أرى أثارهم فأذوب شوقا وأسكب من مواطنهم دموعي. أرى أثارهم وأذوب شوقا وأسكب من مواطنهم دموعي وأسأل من بفرقتهم رماني يمن علي يوما بالرجوع. رجع النوب أو فتح الوصية أو لقى بيها تاريخ زواج أخوه نفس التاريخ تزوج به. أو قال يا سبحان الله تحققت الأمنية مثل ما ردناها. أو جاء يقرأ الوصية بعث عليه السلطان أو راح عليه أو وقف قبال السلطان أو قام يحكي له أشياء جرى. اعتذر منه السلطان أو قال له حقك علي إذا قصرنا بحقك أو خففنا من قيمتك وانت وزيرنا الغالي والظل علينا غالي. الملك هنا خايف من ملك العفاريت خاف تبعثه بنت الوزير ويضره. واصبحت الدنيا النوب على شهرزاد ووقفت عن الكلام أو قالت لهم باشر نكمل القصة. أو صارت الليلة 24 وإحنا إن شاء الله قريبا نكمل لكم القصة. لكم تحيات أخوكم موسى المردود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.